ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأراك يا أبا بكر كمثل عيسى بن مريم حين قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده أنت أبو بكر. وإن الله يا عمر قد قوى قلبك، فأراك كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأراك كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فبقى الأمة الوحيدة، يعني سيدنا نوح كده، وسيدنا موسى كده، وسيدنا عيسى كده، وسيدنا إبراهيم كده، لكن مين الأمة اللي مزجت لين القلوب اللي زي اللبن بقوة القلوب اللي زي القوة والحجارة والحديد؟ الأمة دي كان فيها أبو بكر وعمر، فكانت أمة متكاملة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث دون بعد يعني غزوة بدر. لكن الشيء العجيب واللافت للنظر يا جماعة، إن بعد غزوة بدر بحاجة بسيطة، الأسرة لسه موجودين عند المسلمين، لسه المسلمين ما كانوش يتصرفوا في الأسرة. فاتنين من قريش قاعدين مع بعض. أنا بس بحكي القصة دي عشان أوريكوا غيرة عمر على الإسلام عاملة إزاي. فاتنين من المشركين قاعدين مع بعض، واحد اسمه عمير بن وهب والتاني اسمه صفوان بن أمية. فعمير بن وهب ابنه أسير، اتخذ أسير عند المسلمين في بدر. فقاعد عمير بن وهب، عمير بن وهب كافر شديد الكفر، وصفوان زيه. فعمير بيقول لصفوان إيه؟ بيقول له: تعرف يا صفوان، والله قاعدين فين؟ قاعدين في حجر الكعبة، في حجر. فقاعدين بيقولوا إيه؟ تعرف يا صفوان، والله لولا ديون علي أريد أن أقضيها، ولولا عيال لي، لولا أن أنا عندي عيال أخشى عليهم الضياع، لخرجت إلى محمد بسيفي هذا فقتلته. ووالله إن لي عندهم سبب أقدر أدخل عليهم من غير ما يقتلوني. ابني عندهم أسير، أقدر أخش بحجة ابني فيسيبوني لغاية ما أوصل لمحمد وأقتله. فقال صفوان بن أمية: ما صدق. قال: دينك ديني وعيالك عيالي، بس روح اعملها، يعني روح خلص انت، واللي عليك ديون عليا وعيالك عيالي، لان انت هتتقتل اكيد، فروح موته وموت انت، وكل اللي عليك وعيالك دول بقوا بتوعي. فقال عمير بن وهب: وتفعل؟ قال: نعم. قال: فاكتم عني. قال: والله لاكتمن، ده ما حدش يعرف غير انا وانت. وإيه؟ وكتم على الخبر، وخد عمير بن وهب سيفه وسمه وطلع على المدينة. داخل المدينة حظه مين شايفه هو داخل؟ سيدنا عمر بن الخطاب. فرآه عمر رضي الله عنه فقال: أي عدو الله، والله ما أراه جاء لخير. فجي سيدنا عمر وقام ماسكه من هدومه ومكلبش كده على سيفه وإيه وعلى هدومه كلها، ومسكه كده، عارف لما تمسك واحد من رقبته، وخده ودخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ما أراه جاء لخير. فقال النبي: دعه يا عمر. فأطلقه سيدنا عمر. فقال النبي: تعال يا عمير. شوف النبي بقى ازاي بياخد بإيد واحد، تعال يا عمير. فجلس عمير بن وهب قدام النبي، ها بس مستني عمر بس كده يعني يبعد سنة ويخلص يعني. فقال: أنعم صباحا. فقال له النبي: أبدلنا الله بتحية خير من هذه. قال: وما هي؟ قال: تقول السلام عليكم ورحمة الله. فقال: أنا حديث عهد بهذا الكلام، أنا ما أعرفش الكلام. يا جماعة بس شوفوا قيمة السلام. الناس دلوقتي كل كلامها هاي وباي باي وسيو، يعني ما حدش كده، يعني ما تقول سلام عليكم كده وتبقى فرحان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. فقال: نعم، يعني سامحني ما خدتش بالي. فقال له النبي: ما الذي أتى بك يا عمير؟ جاي لي يا عمير. قال: ابني عندكم أسير، جئت يعني لأفديه. فقال النبي: أصدقني القول يا عمير. عمير قل الحق. فقال: هو ذاك. فقال النبي: أصدقني القول يا عمير. فقلت: هو ذاك. قال: لا، بل قعدت أنت وصفوان في الحجر وقلت له: لولا ديون علي ولولا عيال أخشى عليهم الضياع لذهبت إلى محمد فقتلته، أليس كذلك يا عمير؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله. فكبر عمر، يعني عمر كبر قبل عمير، يعني واخد بالك، شوف فرحة سيدنا عمر أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا أخاكم ففقهوه في الإسلام. أنا بس عايز أختم الفصل دون بأحلى كلمة قالها عمر بن الخطاب على عمير بن وهب. يقول عمر بن الخطاب: والله لخنزير كان أحب إلى قلبي من عمير بن وهب قبل الإسلام، أما الآن فوالله بعد أن أسلم لعمير بن وهب أحب إلي من بعض أولادي. عمير بن وهب الوقتي بقى أحب لي من عيالي. أنت متخيلين؟ هو أنت معاك يا سيدنا عمر مفتاح لقلبك، خنزير أحب إلي من عمير، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى أحب إليك من ولادك. إزاي ده؟ ومين عنده العاطفة دي؟ ومين مفاتيح قلبه متعلقة بربنا كده؟ ومين بيقيم الناس مش بفلوسها ولا بما ولا بإمكانياتها؟ مين بيقيم الناس هي فين من ربنا ومن الرسول؟ احنا بنقيم الناس ده دماغه خفيف ولا لا، ده فلوسه كتير ولا لا، ده بيلبس شيك ولا لا، لكن مين يا جماعة بيقيم الناس ده فين من ربنا، هحبه ولا لا؟ يعني اختم الفاصل ده بالكلمة دي تاني: لخنزير أحب إلى قلبي من عمير بن وهب قبل الإسلام، أما الآن فوالله إنه أحب إلى قلبي من بعض ولدي. تعالوا نكمل بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نكمل تاني بعد الفصل القصير اللي وقفنا معاه، ونشوف مواقفه بعد بدر. فنيجي الأحد، الحقيقة له موقف بعد غزوة أحد في برضو كده إيه إظهار للعزة. أنتوا عارفين غزوة أحد انتهت، ما تقدرش تقول إنها انتهت بهزيمة المسلمين ولا انتهت بنصر للمشركين، إنما انتهت بفصل القوات. يعني المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طلعوا على جبل أحد واحتموا فوق جبل أحد، وفضل أبو سفيان وقريش موجودين تحت في سفح الجبل. وبدأ أبو سفيان، هي صارت إشاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وصارت إشاعة عن أبو بكر قتل، وصارت إشاعة عن عمر بن الخطاب قتل، فأبو سفيان مش متأكد، وفي نفس الوقت المسلمين على الجبل، أبو سفيان مش عايز يهاجم وعايز الموضوع ينتهي على كده، فإيه الموضوع اتفرق بالشكل ده. فوقف أبو سفيان فوق على فرسه وبدأ يكلم المسلمين أو الصحابة اللي واقفين على الجبل، فوقف يقول: أفيكم محمد؟ فهم سيدنا عمر ان هو يرد، فقال النبي: لا تجيبوه، ما حدش يرد عليه. فقال ابو سفيان: افيكم عمر؟ افيكم ابو بكر؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فقال ابو سفيان: افيكم عمر؟ فقال النبي: لا تجيبوه، ما حدش يرد عليه. هو النبي بيقول لي ما حدش يرد عليه، طب ما نرد عليه ونخليه يسكت يعني لا لا تجيبوه. فقال ابو سفيان: اعلوا هبل، اعلى هبل. فقال النبي: افلا تجيبوه؟ نجيب ولا ما نجاوبش؟ فقال النبي: افلا تجيبوه؟ قالوا: بلا نجيب يا رسول الله. قال: قول الله اعلى واجل. شوفوا يا جماعه لما تيجي اتاري الموضوع ايه، لو بنتكلم على اشخاص الاشخاص بيزولوا وبيموتوا، لكن لو بنتكلم على الاسلام لا، لازم تردوا بقى، ردوا عن دينكم، لكن مش مشكله لما نتكلم على الاشخاص. فلما أفيكم فلان أفيكم فلان أفيكم فلان مش مشكلة، مش هي دي القضية، لكن أعلو هبل لا، أفلا تجيبوه؟ بما نجيب يا رسول الله؟ قال: قول الله أعلى وأجل. فبص أبو سفيان لقى الجبل بيردد: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: أفلا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ قال: